منذ عام لم تتوقف الحرب، ولم يتوقف الحديث عن تقدم على المسار السياسي أيضا. مؤشرات عديدة تؤكد على أن الحل السياسي صار أقرب مما مضى، لكن الحرب لا تزال على أشدها وفي مختلف الجبهات، وهما يجعل كل المسارات مفتوحة نحو نهاية واحدة، لكنها لا تزال بعيدة كما تؤكد تلك المؤشرات نفسها. هذه المرة كان المبعوث الأممي يتحدث من صنعاء عن وجود فرصة حقيقية لإنهاء الحرب، معززة بتوافق داخلي ودعم خارجي كما قال، لكن بدون حديث عن خطوط ذلك التوافق، عدا الاتفاق على أن تكون الكويت مقراً لجولة جديدة من المحادثات، فيما كان مصدر في رئاسة الجمهورية يؤكد على أن المشكلة ليست في مكان انعقاد المحادثات، بل في التزام الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي 22/16، وهو الأمر الذي لا يزال من المبكر الحديث عنه على ما يبدو، مع إصرار الميليشيا على الحرب وتأكيد المتحدث باسم ميليشيا الحوثي على ما أسماه موقفهم الثابت برفض أي حوار في ظل استمرار الحرب. الرئاسة اليمنية رحبت بجهود المبعوث الأممي لاستئناف المباحثات، مؤكدة دعمها لجهود إرساء السلام في البلاد، مبدية استعدادها للذهاب إلى جولة جديدة من المباحثات، لكنها تشترط التزام الميليشيا بالقرارات الأممية وتنفيذ الخطوات المتفق عليها في الجولات السابقة لتعزيز الثقة وتهيئة الأجواء لاتفاق سلام ينهي الحرب. تتسارع الأحداث وتتزاحم الإشارات بشكل مربك، حتى صار من الصعب التكهن على أي مسار ستمضي الأحداث لتصل إلى النهاية المنتظرة.